ينضم إلينا خالد طه سعيد، رئيس الإدارة الثقافية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أهل المهرة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خالد طه في قناة الغد المشرق. في البداية نود أن نفهم منك عن الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي، توضح لنا أكثر ما هي هذه الهيئة وما هو الهدف منها في وقيامها في هذا الوقت بالتحديد. تفضل. أولا أشكركم على إتاحتي الفرصة في المشاركة في النشرة الآن. أولا نريد أن نوضح لكم وللمشاهدين جميعا بأن الهيئة العسكرية الجنوبية هي تنظيم عسكري تم تأسيسه في أولا حقوقي أيضا في عاصمة الجنوب عدن، ومن هناك انبثقت عدة فروع لها في عدة محافظات، والمهرة جزء لا يتجزأ من الجنوب، وتأسيس فرع لها من مؤسسة الهيئة أمر مهم جدا لمتابعة حقوق العسكريين الذين تم تهميشهم وظلمهم، وأيضا استبعادهم ضمن عملية وسياسة الاستبعاد التي قامت لها قوات العسكرية الشمالية أبان حرب سنة 94. وأهمية قيامها الآن، المهرة مثل ما هو معروف لا زالت في قبضة تلك العصابات التي قدمت على ظهر الدبابة في حرب سنة 94، ولا زالت هي المتحكمة والآمر الناهية والتي تتلقى أوامرها مباشرة من زعيمها علي محسن الأحمر، وأيضا لا تأتمر إلا من خلال تلك القيادات الإخوانية وأيضا الحوثية التي تهيمن على قرار تلك القوات. فاليوم أبناء المهرة في إصرار، في عزيمة، في رغبة لحماية واستلام ملف أمني، الملف الأمني للمحافظة أولا، ثم طيب حالهم حال المحافظات الجنوبية الأخرى. جميل. خالد، هناك الهيئة طالبت بإنشاء قوة مهرية خالصة تتولى حماية المحافظة كما ذكرت، هل هذه المطالب هي من ضمن مطالب المجتمع المهري برأيك؟ هذه من مطالب شعبية مهرية خالصة وحقوقية أيضا. فإقامة قوات مهرية خالصة لتأمين محافظة المهرة هذا مطلب لكل أبناء محافظة المهرة بدون استثناء. لا يوجد مهري يرفض إقامة أي قوة مهرية لتأمين المنافذ والحدود وأيضا المواني البرية والجوية والبحرية. فحالنا حال كل المحافظات، محافظات الجنوب التي أقيمت فيها قوات من ابن مندال أبنائها لاستكمال الرؤية الجنوبية للدولة الفدرالية القادمة. طيب، يعني في هذا الوقت وضرورة إنشاء هذه القوة، هل يعني قال أبناء المهرة كفى لتهميشنا وكفى للظلم أستاذ خالد؟ أبناء المهرة نعم أكدوا على في هذا الاجتماع أمس الإعلان وإشهار تشكيل الهيئة العسكرية والأمنية لأبناء لفرع الهيئة العسكرية الجنوبية لفرع أبناء المهرة، قالوا يكفي إلى هنا لتهميشنا، يكفي إلى هنا إلى استبعادنا من أماكننا. ابن المهرة لابد أن يكون هو الأول والأخير في تأمين محافظته وتمكينها من تأمين حدوده وموانيها البرية والبحرية والجوية. أنا أشكرك أستاذ خالد طه سعيد، رئيس الإدارة الثقافية للمجلس الانتقالي الجنوبي، كنت معنا من محافظة المهرة.